الاكل على ترابيزه السفره هيتاكل سواء بتحبوه او مش بتحبوه، ده اللي عندنا النهارده. الكلام ده بنسمعه كتير وللاسف مش مظبوط وبيعود علينا بضرر. لازم الانسان ياكل الاكل اللي هو متوافق مع جسمه، ما ينفعش ناكل حاجه عشان هي قدامنا وخلاص واحنا مش بنحبها. النهارده جايبه لكم وصفه حلوه قوي هنعملها بالبيض وطماطم هنحشيها بخلطه سريه، هسيبها لكم مفاجاه. تعالوا بينا نطبخ مع بعض. يلا دلوقتي نعمل الطريقه الثانيه للفريتاتا. عملنا قبل كده فريتاتا بالسبانخ ودلوقتي هنعمل طريقه مبتكره جدا. المكونات اللي احنا محتاجينها علشان نعملها عباره عن 6 بيضات. المقادير دي هتعمل لنا صينيه كده كويسه تكفي حوالي 4 أو 6 أفراد، وممكن برضو لو عدد الافراد قليل نعمل برضو صينيه كبيره ونحطها في الفريزر. هنحتاج 6 بيضات، 2 كوب لبن، ومعلقه صغيره زعتر، ومعلقه صغيره ريحان ناشف او ممكن نستعمل فريش، معلقتين كبار زيت زيتون، معلقه صغيره ثوم مفروم، 400 جرام خرشوف متقطع، وممكن نستعمل الخرشوف اللي هو قلب الخرشوف وده بيبقى موجود في البرطمانات الازاز، 1/4 كوباية زيتون كالاماتا متقطع كده شرايح او اي نوع زيتون تاني بنحبه، 2/3 كوب جبنه موتزاريلا مبشوره، و2 طماطم مقطعه شرايح رفيعه، وملح وفلفل. طيب حلو قوي. اول خطوه هنعملها، انا هنا عندي ال6 بيضات محطوطين يعني في البوله، هزود عليهم اللبن كله مش مشكله، يعني 3/4 أو كوباية لبن. الحاجات دي يعني ممكن نكتر ونقلل، يعني مش كتير، مش هتبوظ الوصفه. الطبخ سنس، يعني بنحسه كده اكتر من ان احنا بنتبع وصفه ومقادير. الوصفه بتبقى عباره عن فكره. ادي الزعتر الناشف، زود برضو ملح وفلفل، الفريتاتا جميلة جدا لما بنحطها في الفريزر. الصينية كده ممكن نجهز صينية بحالها ونحطها في الفريزر ونطلعها، يعني عايزين ناكلها بكرة نطلعها النهاردة بالليل ونحطها في التلاجة تبقى صينية جاهزة الصبح، يعني فكت ونروح حطيناها في الفرن، ف مش بتاخد وقت خالص. يعني جميلة الحاجات اللي احنا نقدر نعملها ونحطها في الفريزر ولما بنيجي ناكلها مش بيبان طعم التفريز ده. عارفين في حاجات لما بتتحط في الفريزر ونيجي ناكلها بيتحس ان هي كانت محطوطة في الفريزر او مش معمولة فريش. طيب هنضرب كده المكونات دي مع بعض بمضرب اليدوي، مش لازم بالكهرباء خالص، فبنوفر برضو وقت واستخدام يعني معدات اكتر. الخليط ريحته حلوة قوي. اوكي كده جاهز عندنا، ممكن احطه هنا. طيب دلوقتي عندنا الطاسه هسخنها كده تبقى جاهزه معانا لما احتاجها. عندي هنا الخرشوف كده نقطعه قطع صغيرة أو متوسطة الحجم. حطي النار دلوقتي عشان ما تسخنش زيادة عن اللزوم، فاجي حط مكونات فتبقى الحرارة عالية قوي.
لغاية ما أجهز هنا المكونات اللي عندي. قلب الخرشوف ده بدأ ينتشر اكتر، بمعنى ان بقى فيه ناس اكتر بتعرفه وبتحبه. ومن الحاجات اللي شخصيا لما انا لقيتها، يعني ما كنتش عارفة ان هي متاحة في مصر، فلما لقيتها انبسطت جدا. طعمه مميز كده وسهل، لما بيخش برضو في سلطات بيبقى طعمه حلو قوي. إضافة جديدة، مش حاجة يعني متعودين عليها، فالتغيير يعني بيبقى حلو. اوكي، خد فص ثوم، فصين ثوم. طيب كده، ممكن نستعمل فص واحد، مش لازم يعني فصين توم، دي حاجة ترجع لكم. وكده دلوقتي بقى ممكن اسخن الطاسة. تمام، كل يعني معظمنا، مش كلنا طبعا، بنحب البيض. دي حاجة يعني مألوفة او متواجدة بسهولة جدا في المطبخ المصري، ومعظم الناس بتحس ان هي عشان تفطر لازم تاكل البيض. طبعا بلاش البيض كل يوم، لان دي حاجة صعبة على المعدة، ان يعني اولا مفيش بيبقى تجديد، ثانيا كتر البيض مش كويس، اي حاجة كتيرة زيادة عن اللزوم مش كويسة. البيض عايزين طبعا نتأكد من مصدره زي برضو بقية الاكل، بس الحاجات دي بتبقى يعني مهمة قوي. يعني لو هنبتدي ان احنا نبص على مصادر اكلنا، البيض والبروتينات الحيوانية تبقى في اول كده الليستة من فوق. ودي بقى طريقة جديدة نستخدم بيها البيض، مختلفة عن ان احنا نسلقه او نعمله بيض عيون. فنبتكر كده. اوكي، ممكن ناخد دول كده. وبرضو احنا زي ما انتم شايفين بنزود خضار، بس ما هو مش اومليت، يعني الطريقة كلها مختلفة. احنا عملنا فريتات قبل كده اللي هي بالسبانخ، ودي تعمل لنا طعم برضو تاني. اوكي، حلو. تشويحة كده الخرشوف على النار بتديله كده طعم كده حلو، والثوم معاه طبعا. حلو قوي. عايزة برضو زود الزيتون دلوقتي. الجبنة اللي هنستعملها النهاردة هي جبنة الموتزاريلا. ممكن او يفضل استخدام الجبنة الفتة لو متاحة عندنا. وبرضو بنحاول بالتدريج ان استهلاكنا للجبن يبقى قليل، يعني يبقى من معتدل الى قليل. ونفس الحكاية زي البيض،
وبرضو اللبن. يبقى البيض واللبن والجبن هي جاية من مصدر حيواني، ودي من الحاجات اللي زي لسه ما انا قايله مهمه قوي نعرف مصدرها، تبقى الحيوانات متربيه بطريقه فيها حفاظ على البيئه وحفاظ يعني على زي كده صحه الانسان. الحيوانات لازم برضو تتربى بطريقه بتحافظ على صحتها. ناس كتير يعني بتفتكر او بالنسبه لها الكلام ده غريب، بس هو فعلا الحيوان لما بيبقى متربي في قفص ومش عنده حريه ومش منطلق كده زي ما يعني ربنا خلقه، ده بيأثر على المنتج او يعني اللحوم اللي احنا بناخدها من الحيوان. فالحاجات دي مهمه جدا جدا، ولما الناس بتبتدي تعملها وبتحس بيها بتفهم الكلام ده اكتر. هحط كده اول طبقه الخرشوف، ريحته هايله. بعد كده الجبنة الموتزاريلا، والطبقة الثالثة البيض، تمام. بعد كده نرص الطماطم كده بطريقة لذيذة، حلو قوي. ورشت كده من رشة من الريحان من فوق. هناخد الفريتاتا بتاعتنا اللي شكلها كده بيشهي وندخلها الفرن واشوفكم بعد الفاصل.